يا مرحبا، تفضلي. طبعا اكيد سمعتينا عم نحكي عن الفن التشكيلي وارتباطه كمان بالادب. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. خبرينا شوي كيف انت كمثلا فنانه او كاديب كمان تقدر تخلطوا بين هدول العنصرين اللي جدا مهمين، واللي الفن له محبين وجماهيره والادب نفس الشيء، فكيف فيكم تخلطوا بين هدول العنصرين بعنصر واحد؟ بعنصر واحد؟ ايوه. بس هو من اول ما ابتديت ارسم وانا برسم ابتديت ارسم يعني حاجات كتير، وابتديت اجرب زي اي فنان في بدايه حياته، ابتديت ارسم طبيعه صامته تجريدي، لحد ما لقيت الموضوع اللي هو استهواني واللي حسيت ان هو دوت اللي انا هبتدي ارسم فيه، واللي هو المراه. فباعتباري يعني سيده شرقيه، فلقيت ان المراه ليها قضايا كتير، فهو ده الموضوع اللي الهمني واللي استهواني. فلما ابتديت ارسم عن المراه لقيت انه لا، مش كفايه ان انا ارسم عنها بس، فحبيت ان انا اكتب كمان عنها واكتب عن قضايا المراه. فعشان كده اول كتاب ليا كان اسمه جمهوريه امراه، كان قصص قصيره، وهو كان 15 قصه قصيره، كل قصه مستوحاه من لوحه. حلو. فالكتاب فيه اللوحات وفيه القصص، فبالتالي انا مزجت الادب بالفن، لان كل قصه بتتكلم، مش هقول عن قضيه، يعني هي بتعكس زي مشاكل المراه بتعاني منها في مجتمعنا الشرقي وكده. حاولت ان انا اسلط الضوء عليها، لاني حسيت ان اللوحه مش كافيه انها تخاطب القضيه دي، او يعني ممكن انت تبصي على اللوحه وفي لوحات يعني هي مباشره قوي، ما تشوفيها هتحسي قد ايه. حسيت ان انا لا، لازم كمان اتكلم عنها اكتر، يعني لانها توجع شويه. حسيت ان المجتمع لا، ما سلطش الضوء عليها، ما اتكلمش عنها كفايه، او مر عليها مرور الكرام، فحسيت ان انا لا، احسن ان انا اقول عنها شويه كلام. بالظبط. فعلا انا بحس يمكن القضايا المراه صعب انها توصل او خلينا نقول برسائل قصيره او بمجرد لوحه. بالزبط. تحتاج شرح، بتحتاج عتاب احيانا. لسوء احيانا معامله المراه، يعني الموضوع. صح. هذا من اكثر المواضيع اللي انا بحبها، وفعليا كنا قاعدين نتناقش على الموضوع هون. الرجل زي ما راح تقدر تحكي وتناقش هذه المواضيع، حتى الرجال في يعمل هذا الشيء، بس يمكن أقرب للموضوع تكون كامرأة. مظبوط. بالضبط. بالضبط. يعني حاولت أن أنا مش عايز أقول هو يعني أنها بتوجع قوي، بس حاولت أخلي أن الناس تفهم قد إيه من وجهة نظر المرأة يعني الكلام دوت لا ممكن يوجع. لا بصوا يا جماعة، يعني في مثلا لوحة هي أنا بعتها لكم، يا ريت يعني هي مباشرة قوي، كان فيها مثلا هي اسمها صرخة، البنت بتصرخ وفي الباك جراوند الخلفية فيها اللي هي المسميات اللي المجتمع بيطلقها على المرأة، اللي هي مطلقة، مدخنة، سمرة، تخينة، عانس. عينس. بالضبط، انت شفت اللوحه. والله حبيت الفكره اللي حطيت شخص قاعد يصرخ، لانه صدق المرات المراه كنت تلقاها كاتمه هالاشياء في داخلها وما تقدر تتكلم. احيانا بتكون مهند صرخه صامته، يعني ايوه بتبوح يعني فيها لكنها بداخلها. طب وليه المسميات دي فعلا يعني بتوجع قوي البنت او الست ومحدش بيقدر؟ ممكن تأدي يمكن لانفجارات حتى المجتمع نفسه ما يتحمل، وتصرفات الواحد ما بيبقاش فاهم هي بتتصرف كده ليه، وبيبقى كل الكلام ده جواها نابع من المسميات دي. صح. بس انا تعرف إيهاب، مستغربة ليه انه سلطت الضوء سمرة على المرأة، فيمكن انت قاعد بتقول ليش ما في للرجال، بس امراه يعني ليش ما تحققت؟ اكزاكتلي. انا تحديدا بدي اعرف ليه اخترتي المرأة. طبعا هذا شيء كثير حلو، بس برضه احنا اخترت المرأة عشان انا قريب من الشيء السؤال ده. لا ما اعرفش، هو ده اللي شدني، يعني حسيت ان هو ده الحاجه اللي حسيت ان هي المراه ارض خصبه يعني، والمجتمع بتاعنا الشرقي مش عايزه اقول مش مديها حقها، بس هو وبرده مش عايزه اقول ان هو مش عايزه اتكلم في الكلام الكبير ده، بس هو فعلا في يعني مش في جوانب مش عادل. بالضبط. يعني او ما بينحكى فيها، يعني في كثير امور مثلا بنتحاشى الحكي فيها، مثلا حتى لو كنا مثلا عارفين انه مثلا هاي الصبيه مثلا عانس او مطلقه، احنا نحكم عليها يمكن بس من دون ما نطلق هاي الاحكام. مش كده بس، يعني عمرك سمعتي عن راجل قالوا عليه عانس؟ لا. مطلق.
بيدخن بقولوا مريح راسه العنس بقولوا الكلام ده بيتقال بس على الستات ما بيتقالش على الراجل. بتعرفي شغله دائما بقولها اجنور ذيس بيبل يعني ما تعطينه الطرشه. ايوه انت بتقولي الكلام ده وانا ممكن اقول الا ساكن لبقيه المجتمع مش هيقوله يعني عشان كده انه يمكن تختلف ثقافه الناس من بيئه لبيئه بالزبط. في ناس ما بترحم ولهيك الفن يمكن عم بيعبر عن شيء قادره تحكيه. بحاول اعمل بالظبط كده فما يعني لان احنا الناس مثلا يعني طبقه معينه من المجتمع ممكن نتجاهل المسميات دي لكن في طبقه تانية لا مش هيتجاهلوها. في قضايا انت طلبت عليها الضوء يمكن من خلال رسماتك اللي رسمتيها يعني غير على المراه يعني قضايا ثانيه طبعا اللي هو مثلا قد ايه المراه يعني كل الصراعات اللي بتبقى جواها يعني في مثلا سلسله تانية اسمها فراجمنتس عندي اسمها يعني اجزاء قد ايه الست بيبقى جواها صراعات ما حدش بيبقى فاهمها. كان في اللوحه التشيس بورد رقعه الشطرنج يعني ان كل خطوه بتاخدها المراه في مدروسة. حياتها محسوبه مش مدروسه محسوبه عليها يعني لو عملت تصرف معين ممكن تصرف صغير قوي يبقى تشيك ميت خلاص ممكن توديها في 60 داهيه المجتمع يعني يحسبها عليها ويعني كوندمن هير يعني يحسبها ان يعني يحطها في ليبل تاني خالص بقى ان هي دي منبوذه من المجتمع ككل يعني. فأنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا أحط الكلام دوت اللي هي القضايا بتاعتها أو الصراعات ديت في كتاباتي وفي اللوحات. حتى خطرت لي قصة بتصيب النساء بينلاموا عليها وبتحس المجتمع كله ضدهم الاكتئاب اللي بصيبهم مع بعد الولادة ممكن المجتمع لسه مو مقتنع إنه هذا الموضوع هرموني هذا الموضوع مو بإيد الامرأة لكن بنفس الوقت بتلاقي المجتمع عم بيلومه إنه أنت عندك طفل لازم تكوني سعيدة جداً. فيمكن كمان هي من بعض الاشياء اللي المجتمع عم بلوم المراه فيها بس المراه بس هي ما لها مدخله طبعا طبعا دي طب انا عندي يمكن مداخله هيك بسيطه مهند انت لو شفت لوحه او شفت نص مكتوب عن المراه شو اللي ممكن يقنعك اكثر بالقضيه اللي عم تنطرح اللوحه اكثر انا اللوحه لان احس الكلام الواحد نص مكتوب من شخص هو نفسه النص. لا النص. هو بقول النص لا انا في بالعكس اللوح وايد معبره يمكن انا اقدر امسك هذه القضيه من ناحيتي انا يمكن انا افسرها بطريقتي انا اما اذا قريت نص عشان كده يعني شوف الاختلاف في ناس فعلا هيقتنعوا بلوحه وفي ناس مش هيقفوا قدام اللوحه مش هيفهموها بس هو لانه يعني برات القعده تبعتنا هو مش حب الديكور هو شخص بيلهمه الديكور فبدي يروح للوحه بصراحه كمان يحط انا بحس التنين مكملين لبعض لا بس انا في المعارض مثلا كتير جدا ناس تقف قدام اللوحه يقول لي يعني ايه وببقاش فاهم مع ان انا مثلا ببقى واقفه يعني انا ببقى واقفه قدام اللوحه عشان انا اللي رسمها فببقى فاهمه بس في ناس بيجوا يفهموا يعني اللوحه بطريقه مختلفه تماما عن قصدي وفي ناس زي ما قلت ما بيفهموهاش خالص يعني ما بيفهموا النص ما بيفهموش اللوحه اللوحه ايه النص هني عاد يعني الفنان نفسه هو كيف راح يعرض اللوحه ويستقبل الناس اللي راح يتوقعوها وتتفهم مش غلط بتتفهم بطريقه ثانيه خالص غير اللي انا غير قصدي يعني. طب هلا فن الكولاج كمان حاولت تجسدي فيه مشاكل المرأة؟ طبعا انا عندي لوحه اسمها مايجرين اسمها صداع نصفي لان انا بصراحه مريضه صداع نصفي فانا عندي لوحه اسمها مايجرين عاملاها بالكولاج وبال في انا بحب استعمل قوي الميكست ميديا فالكولاج حاجه من الميكست ميديا الفوتو ترانسفير هي طباعه يدويه والكولاج الكولاج هو حاجه فيرستايل قوي يعني حاجه بتديكي ريتشنس كده للوحه بس هو سهل يعني طيب قد ايه بتستغرق معك يمكن لوحه الكولاج بصي هو الكولاج انت عارفه هو الكولاج ايه هو الكولاج انت بتستعملي اي حاجه بتلزقيها على الكانفاس رصاصات ورقيه مش ورقيه بس ممكن قماش ممكن بلاستيك انا كمان بحب انا بستعمل يعني انا عندي لوحات من الكولاج برضو من اوراق من اكياس الشاي يعني انا عامله لوحات كامله من اكياس الشاي بس حلو بالعكس طلعتي عن نطاق الجرايد حلو اكياس الشاي فبتاخد على حسب اللوحه وحجمها يعني ممكن تاخد اسبوع مثلا حتى مرات فن الكولاج تحسين تخلقين انت بعد رساله معينه يمكن في الشكل الفني اللي تسويه يمكن من الشيء اللي بتستخدمه بتوصل الرساله كمان مش بس بالشكل الخارجي للوحه بس السؤال شو الفكره ان حضرتك تستعملي اكياس شاي كرمال نعمل صوره
الايه؟ بس انه الاوراق مش الاوراق، الاكياس نفسها، اكياس يعني. الشاي هل هي مثلا شيء له علاقه بالكافيين بالشاي بحد نفسه؟ انا بحب قوي الحاجات اللي ليها علاقه مسج. بالطبيعه، اللي هي اللون الراستك اللي هو اللون البني اللي هو مره كنت بشرب شاي بحليب وبعدين قلب على الطاوله طلعت لا لا الكيس الشاي نفسه اتفتح، فبصيت لقيت اللون نفسه الالوان مختلفه فعجبني اللون، فلما نشفت الكيس نفسه لزقته على الكانفاس، فابتديت عملت لوحه كامله المراه نفسها باللون، وبعدين ما استعملتش الوان كتير لان هو لوننا الكيس الشاي مع الحليب فلوننا، فالالوان اللي استخدمتها كانت قليله قوي. بس منتبهين انه هلا حتى بالمعارض بكل شيء عم نشوفه في اشياء جديده عم تطلع بالفن يمكن ما كانت بعصور سابقه، خبريني شوي التحولات اللي عم بتصير للفن لوين ممكن توصل بكره، نحن شو ممكن نكون محضرين حالنا لنستقبل رسائل من الفن ممكن تكون غريبه؟ يعني انت هلا عم تحكي عن اكياس الشاي، قبل ما خطرت لهم يعملوا اكياس الشاي، فوين موديتنا تحولات الفن؟ لا ما اقدرش اقول لك، اكيد هتودينا حتت غير متوقعه، اكيد اكيد طبعا يعني طبعا الابداع يمكن ما بتوقف عند الفنانين التشكيليين، ما بتقدري تحذري شو جديد بس فارق كثير واضح صار بين الفن التشكيلي القديم والفن التشكيلي المعاصر. عم يبدع الفنان التشكيلي باستخدام الادوات وتوظيفها داخل اللوحه، اي حاجه بيستخدمها فعلا في يعني في كنت عم شوف هذيك اليوم اللوحات اللي بتنعمل 3D هذه بحد نفسها فظيعة. أنا في لوحة عملتها 3D، أنا آخر معرض كان اشتركت فيه هنا في دبي كان World Art دبي، كنت عاملة لوحة كانت 2 متر في 2 متر، كانت المفروض من أحد فعاليات المعرض، كانت لوحة زي كاموفلاج كلها ألوان، وكان فيها دانسر راقصة كانت واقفة كاموفلاج في اللوحة وبتخرج من اللوحة، فكان كل الناس مش شايفين الدانسر وكانت بتخرج منها، فدي واحدة من الجنون بتاع الفن يعني ان انت تبقي مش شايفه، وكانوا الناس فعلا مش شايفينها، واول ما ابتدت الموسيقى خرجت منها ففي ولد صغير حرام اتخض اساسا منها يعني ما كانش شايفها طبعا يعني. حتى مرات نلاحظ حتى حين معارضنا الموجوده في الامارات او في العالم كله كانوا يتجهون يمكن للاشياء التكنولوجيه اكثر اللي تدخل فيها الكهرباء مثل الشاشات الالكترونيه، أيوة. يبدعون فيها بطريقه فيديو معينه كانوا يسوونها او سرد قصه معينه يكون فيها العبره وفيها بعد نوع من الفن الكبير يمكن الواحد ما يقدر يوصل له برسمه بالضبط. لك ما تسالينيش ما تعرفيش ايه اللي بكره ممكن يحصل يعني، اظن قاعد يتطور يصير تكنولوجي اكثر يعني بس كمان المعارض لها دور كثير كبير بمساهمه بتوصيل الرسائل اللي الفنان التشكيلي بحاول يوصلها، قضيه مهمه مثل المراه حلوه تنطرح بكل المعارض لحتى يجي الشخص اللي جاي حابب يشوف الفن يتلقى رساله وبرضه يشوف الفن. ما هو الفنان هو بيمثل المجتمع بتاعه، فسواء راجل او ست هو بيختار اللي هو عايز يعبر عنه يعني. صح، وغير ساعدك السوشيال ميديا والانستغرام والفيسبوك؟ بص هو انا من اسرع او بطريقه اريح وللعالم لا بصراحه، لان انا يعني انا شايفه ان السوشيال ميديا انا بحاول اتواصل مع الناس كده face to face. لان السوشيال ميديا انا حاسه ان هو بص يمكن انا اولد سكول بس انا بحس ان دلوقتي الناس متضايقه قوي او مستغربه ان الناس دلوقتي بتقيمهم عنده كام فولوور عنده مش عارفه كام لايك فايتس يعني ولازم تشتري الفولوور ولازم انا مش من الناس اللي بتصرح يعني المحطات تكون يمكن نوار تجتمع في المعارض نفسها الواحد يفتح مخه يشوف اشياء جديده نازله في عالم الفن يتشارك اراء مع فنانين ثانيين بالنسبه حد يظن المعارض هي اكثر مكان الفنان نفسه يقدر يبرع فيها تعود على الاشياء الملموسه اكثر أيوة. تعود يشوف بعينه ويلمس انا مضطره يبقى عندي انستغرام وسايت وفيسبوك وكده حتى تواكبي بالضبط علشان حتى الناس اللي انا مش معاهم في نفس البلد يعرفوا اخباري او كده، لكن ان انا يبقى عندي مش عارفه كم مليون فولوور والكلام ده مش فارق معايا بصراحه يعني. جربتي تعملي مجسمات ولا بس هي لا دي اول يعني دي اول حاجه اعملها اللي هي الدانسر الكاموفلاج في البينتينج دي ف يعني يمكن دائما الفنان ما يكون واقف على شيء واحد تلقاه يبدا بشيء ينتهي باشياء ثانيه يمكن بقى لان انا دائما بعرض انترناشونال يعني دوليا، انا عندي المعرض ان شاء الله مسافره يوم 19 عندي معرض في البرازيل وانا كيوريتور انا قايم على معرض فنون العالم دبي،
فيمكن ان شاء الله السنه الجايه 2020 في وورد ارت دبي اعمل حاجه ثانيه. واو ما شاء الله عليك. الله اعلم يعني. نتمنى لك اكيد كل التوفيق. ميرسي ربنا طبعا حليك. يعني ما في اجمل من هيك موضوع، خصوصا لما الفن التشكيلي يرتبط بالادب. طبعا نتشكرك سمار على هالحضور الرائع. متشكره جدا على الاستضافه. رح نطلع بريك وراجعين.